وراء كل تتويج قصة ولكل بطل حكاية. في 13 من يوليوز من العام 93 900 و1000، وبالضبط بكريان السكويلة في مدينة الدار البيضاء، جاء إلى هذا العالم مولود ذكر اختار له الأب الشرطي والأم ربة البيت أن يحمل اسم محمد. الطفل محمد الذي قضى جزءا من طفولته وسط هذا الحي الهامشي لم ينتظر كثيرا ليكتشف رياضة اسمها الملاكمة. 7 سنوات تما كان كيرافقوا العم ديالو النادي اللي كان كيتريني فيه العم ديالو هو جمعية شباب البرنوسي، ربما من تما هذيك الهواية ديال الملاكمة دخلت القلب ديالو. أنا ذاك ملي كنرجع من التدريب ديالي من بدا كيكبر شوية ذاك الوليد بدا كيكبر دار السن ديال 7 سنوات 6 سنوات 8 سنوات، بمجرد ما كنرجع وكنلوح مثلا دوك الليقات كنجي كنرجع من التدريب ديالي وكنحط الساك ديالي كيمشي يدير دوك الليقات وكيبقى يلعب في المخده، يبوكسي في المخده، يضرب هنا، يضرب في الحيط، يضرب مع بابا معايا انا كذا. يعني من تما بدات كتربى في ديك الفكره ديال الملاكمه، باقي ما جاش للنادي. فالوقت اللي دار واحد 8 سنين ونص 9 سنين ونص جبته معايا وسجلته هنايا في نادي شباب برنوسي. من صغره هو عزيز عليه لاصال، عزيز عليه البوكس، وفاش كيجي للدار كيبقى يطريني في المخاد فيما هو اي بلاصه كيدير فيها حركات، لا مع خوه ولا مع خصو ولا معايا انا نيت، انا واقفه بحال تيطريني فيا. الطفل محمد وعلى عكس اقرانه في الحي لم تحرك فيه كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية أي إحساس، كما فعل به سحر الملاكمة. الأجواء اللي كانت كتكون في النادي ديال الملاكمة ملي كان كيمشي مع عمو ربما هي اللي أثرت فيه، خاصة أنها كانت كتقام حفلات هناك وكان كيقوموا بالحفل وأنشطة داخل الجمعية، ربما من هنا خدا الملاكمة تحبات ليه. ومن هنا كان المنطلق، رغم ان عرضت عليه كره القدم وكذلك حراسه المرمى وبعض الرياضات اخرى كالكاراتيه اللي كان الاخ ديالو حمزه كيزاولها بحال الازهر ارفض. الغزواني الحرفي الملاكم السابق في فتره الستينيات والذي تحول الى مؤطر بعد اعتزاله كان له الفضل في تلمس الطفل محمد لخطواته الاولى. ساهم بواحد القسط كبير حتى هو، لانه ما شاف ذاك الوليد وشاف الحماس اللي عنده والذكاء اللي عنده، كان مجرد ما كيبدا يلعب في الحصه او لا سميتو كيبدا يقول لي ان شاء الله، كيضرب لي على راسه وكيقول لي انت ان شاء الله غتكون بطل. كانوا هما شي 5 ديال الدراري، هما لحد الان باقي ما عرف الفريق الوطني، كنا في السيليكسيون، ولكن هو الامتيازات اللي باش كيفوتهم الربيعي كيتريني مزيان، كيدخل قبل منهم وتيخرج هو الاخر، يعني الربيعي تيكمل لانطريمون ديالو مكموله، ماشي بحال بعض الناس اللي كيدير شويه الموف ما شويه الساك وكيمشي بحالو. ربيع كان كيخدم بزاف وحتى انا كنت كنخدم معاه بزاف ملي كان صغير، كان ذاك ربيع عاجبني، هو البربري وحموت واشرف، هذوك الدراري كانوا عاجبني، غادي يكون فيهم شي نتيجه ان شاء الله. وبالفعل راه مشاو ب5 للفريق الوطني، ولكن اللي كان محظوظ هو السي ربيع. محمد ربيعي ف يعني لا الى وصل فماشي جا يعني هادشي يعني جا عن الصدفه، فهو كان كيمتاز بواحد المميزات كثير مريض، كان عنده الحلم ديالو انه يوصل، كان كيامن به وكان كيخدم كما قال لكم السي غزواني، يعني كان تيدير واحد يعني ديما الاضافه، والحاجه اللي غنشهدوا لها يعني راه كان تيدير التدريب حتى في الدار ديالو. داخل هذه القاعه البسيطه في حي القدس بالدار البيضاء، حيث تغيب الامكانيات وتنعدم شروط الممارسه في حدودها الدنيا، صنع بطل عالمي ومعه اخر. ولو القاعه صغيره راه الذكاء كاين الحمد لله، والقرايه كما كيقول الميتار ما كانش في الكراس كاينه في الراس، يعني الذكاء والعقل يعني والتجربه تقدر تخرج من براكه تخرج من بطاش. منذ اول صعود لمحمد الى الحلبه ظهرت مبكرا بوادر الملاكم البطل، ليستمر المسار في اتجاه القمه.
اول مره كيطلع للنزال التربويه كيكتشفوا فيه داك الجمهور ديال الملاكمه بانه غادي يكون ملاكم وغادي يعطوا الكلمه ديالو. واول مقابله كان نزال داروا مع واحد متمرس وهو مازال ما وصلش للسن ديال الفتيان، قام بواحد النزال شيق. ومن ثم تنبأ لي رئيس العصبه السيد القندالي مصطفى اثناء النزول ديالو من الحلبه وكان كيبكي الدمع ديالو كبض وكيقول بهذه الكلمه، قال لي السي مصطفى القندالي بان هذا الدري انتظروا غيكون عنده كلمه ديالو غيكون بطل ان شاء الله. بطولات محلية وجهوية وقارية كان الفوز فيها مؤشرا على زحف بطل لتحقيق كل ما هو استثنائي، وهذا الاستثناء طبعا كان لقبا عالميا في وزن 69 كيلوغراما. هذيك الأمنية اللي كنت كنتمنى تحققت لي، كنت كنتمنى يخرج علي ديال شي بطل. الحمد لله خرج بطل من 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 من, من هذا الحي اللي هو حي شعبي وهو دوار السكويلة. فخر لاي اب كيتمنى يكون في هذا الموقف، لانه بالنسبه لنا حنا كان فخر للمغاربه كامل، ماشي يسعدنا غير اسره ربيعي ولكن يسعد الشعب المغربي كامل بل العالم العربي كافه. كل شيء المغرب كان فرحان في هذاك النهار. ملي كيبدا يلعب كنشوفو في التلفازه مباشره كنقول ديك الدقه اللي كيعطوهم كنجي فيه انا ما نجيش فيهم.